سلام يا ملك شاول. سمعت على اللي عملناه في الحرب؟ هزمناهم ورجعناهم مكسورين. مبروك. ايه ده قوت ده؟ ده هو سبب في انتصارنا. انت ما سمعتش الشعب كان بيقول له ايه؟ ده قائد اسرائيل العظيم، وهو اللي خلانا ندوق طعم الانتصار. بالمناسبه صحيح، فين زيك العسكري؟ مش ده زيك اللي انت كنت رايح بيه المعركه؟ فين لبسك الملكي؟ لبس الملكي؟ بعته ولا ايه؟ لا ما بعتوش، بس هو يعني طبعا مكسوف تقول انك اديت زيك الملكي لداود عدوي. اديت زيك الملكي لعدو ابوك. الراجل اللي عايز يشيل ابوك من الحكم بالطريقه دي، افهم يا غبي، الراجل ده لو مسك الحكم هيموتك ويموتني. انت ما بتفكرش خالص؟ انا مش عارف ليه كل العصبيه دي، بس علشان خاطر زي اللي انت عملته ده في منتهى الخطوره والتهور. تخلع زيك الملكي بايديك وتديه لداود عدوي، وكمان اتفاجئ انك عملت معاه العهد العبيط ده اللي انضحك عليك فيه. بابا لو سمحت، ده عهد صداقه بيني وبين داود. داود ده صاحبي الوحيد، صاحبي الوفي، صاحبي الامين، ولا يمكن حاجه ابدا تفرقنا. تتعامل مع عدو ابوك بالطريقه دي، ده ممكن يهدد امني وامنك ويضيع مستقبلك. القضيه مش مين اللي هيحكم، انا اللي هحكم هو اللي يحكم، مش دي القضيه خالص. كان عهد الصداقه اللي بيني وبين داود مش ممكن يسقط ابدا. عارف معنى اللي انت عملته ده ايه؟ انت كده بيعت داود الحكم. انا ما بيعتش حد، انا وداود فريق واحد، ولا يمكن حاجة أبداً تفرقنا مهما كانت النتيجة. النتيجة دي هندفع ثمنها أنا وأنت. تخافش يا سيادة الملك، مفيش حاجة بتخرج بره أرادة ربنا. بره. إيه؟ اطلع بره. بيقولوا إن جيلنا عنده مشكلة في العهد ومشكلة في الاستمرارية، لا بنعرف نحفظ عهد ولا بنعرف حتى نكمل في العهد. لكن الشخصية اللي احنا قدامها النهاردة هي شخصية حبت جدا واستمرت في حبها جدا جدا، لكن كمان ادت عهد عظيم ما بينها وما بين الشخص اللي حبته. الشخصية بتاعتنا هو يوناثان. يوناثان ابن الملك شاول. لما شاف قد ايه ان داود جميل، وبعد انتصار داود الجميل على جولياط، راح قرر ان هو يتقابل مع داود. وعمل ايه؟ قام يوناثان قلع ثيابه الملكيه واداها لداود، وكانه بيقول له انا ما بيني وما بينك عهد، عهد ان انا حتى شايفك انك انت الملك اللي جاي. انا مش شايف ابويا قوي هو الملك، لكن انا شايفك انت مسيح الرب. اجمل حاجه في علاقاتنا هو ان احنا يكون عندنا اصدقاء، ويا بختك لو عندك صديق زي يوناثان. تعال أقولك على كام حاجة ليها علاقة بالصداقة. اعرف كويس قوي إن الصداقة هي انتقاء، يعني الصداقة أنت بتختار من وسط ناس كتير ناس معينة تكون أصدقائك، مش ماشي في الشارع تاخد أي واحد يبقى صاحبك. لكن كمان الصداقة عطاء، بس عطاء متبادل، مش هيفضل الطرف طول الوقت هو اللي بيبادر، لأن دي في الوقت ده هتكون اسمها اعتمادية، لكن الاتنين يكونوا في تبادل مستمر. تالت حاجة في الصداقة وفاء، وفاء في العهد. من ضمن المواقف اللي وجعتني في وقت في حياتي إن في أقرب صديق ليا قلت له على سر عميق جدا، ولقيته هو خان السر ده. من فضلك لما تكون في علاقاتك وصداقاتك خليك أمين في علاقاتك، خليك أمين في الأسرار. لكن تعال أقولك على حاجة مهمة جدا، لما أنا هبدأ صداقة مع حد، هل ينفع أبدأ صداقة مع حد أنا وهو مختلفين؟ لا، الكتاب المقدس بيعلمنا بيقول كده، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. هل ينفع اتنين يمشوا مع بعض من غير ما يتفقوا، من غير ما المبادئ العامة في حياتهم تكون متفقة؟ لكن تاني حاجة، من فضلك اختار صداقة تكون بتبني. الكتاب المقدس بيعلمنا إن احنا لازم كعلاقاتنا تكون علاقات بنبني فيها
أحدنا الآخر. لكن آخر حاجة ودي مهمة جدا، لازم تكون صداقة بتقوم، ما تكونش صداقة بتوقع. كتاب المقدس بيقول لنا اثنين خير من واحد، لو في واحد فيهم تعب التاني شجعه، ولو في واحد فيهم وقع التاني قومه. خلي بالك جدا جدا في علاقاتك، الصداقات يا اما هترفع لفوق قوي 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 قوي، يا اما هتنزلك تحت قوي قوي قوي. بس خليني اسيب معاك اخر حاجه، في واحد جميل جدا في الكتاب المقدس اشجعك انك تكون صديق ليه. هو كان صديق لابراهيم، واتقال عن ابراهيم ان هو خليله، وكان صديق جدا 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 لموسى، لدرجه ان الناس بتقول عن موسى ان هو كليمه. عارفين ده مين؟ الكتاب المقدس بيقول كده، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. هو مين ده؟ هو الرب يسوع المسيح. كون الأول صداقة ما بينك أنت والمسيح، علشان تبقى عارف تكون صداقات صحيحة ما بينك أنت والبشر اللي حواليك.